سهرة جديدة من برنامج اكتشاف مواهب كرة القدم الأول بالعالم العربي The Victorious. ضيفنا الليلة لويس فيغو. You know how to play like a team. You have to show your skills. You enjoy so much Ronaldinho. I would enjoy it as well. You know Ronaldinho. No. قد ما تأكدش حتى تجيبوا لي طابه يرقص صراحة. After a training session with Ronaldinho, I expect much more. Michel Salgado, كل سنة وانت طيب. Muchas gracias. Happy birthday to you. It's not about delivering tomorrow, it's about doing right now. صراع الجبابرة. أنا شايف إسلام إنه هو النمرة واحد. You are the man of the day. The man of the match is number 19, Riyad. مبروك Riyad. Well done, Yellows. مبروك للعموري من السعودية ومن الفريق الأصفر والباشا من الفريق الأزرق. ليش بخبر؟ أنا جيت عشان أرفع معنوياتك. لجنة الحكم بالإجماع صوت التساسو. ألف مبروك التحتاني وهارد لك لراشد. باشا، خالد، مارسيلو، ساسو. إدارة خطر ولأول مرة ببرنامج The Victorious تعادل عم بيكون سيد الموقف بالفريقين الكعبي وإسلام عموري ورياض. ضربات الجزاء هي رح تفصل بيناتهم. مبروك للكعبي أنقذ نفسه من دائرة خطر. إسلام للأسف أنت ثالث لاعب بدائرة خطر. إذن رياض أنقذ نفسه، عموري للأسف أنت ثالث لاعب بدائرة خطر. إسلام، خالد والباشا، صار وقت تشلحوا القميص الأزرق وتنضموا لفريقكم الجديد وهو الفريق الأصفر. خير. أما الفريق الأزرق فاستقبلوا زملائكم الجديد ساسو، مارسيلو وعموري. إحنا رايحين فين؟ سيلفي شباب سيلفي. The group is becoming smaller, the quality is becoming bigger. ملعب هو اللي يتكلم. Use the anger to prove the judges that they are wrong.